اي قلق والطلبه بيدخلوا المدرسه الصبح؟ لا الحمد لله في التزام برضو. لا الحمد لله الحمد. وهل الامن التوتر من الاولاد نفسها؟ لكن مفيش قلق يعني زي ما اتقال في الاعلام هيبقى في قوات جيش وشرطه بتامن علشان القلق او كده؟ في شرطه فعلا مامنين بس مفيش اي قلق، مش توتر ولا اي قلق. سمعتوا حاجه عن الامتحان ولا لسه؟ لا لسه والله مفيش اي اخبار، محدش بيقول ولا لنا اي اخبار. او على خلدك كان في سهوله والطلبه داخلين اللجنه الصبح؟ لا كلهم بيعيطوا ومرتبطين وخايفين خايفين خايفين. طب ليه في مشكله في الجدول؟ الجدول صعب، ان ازاي النهارده يعملوا عربي وبكره اجازه وبعده رياضه، التكامل ده والتقاضي ازاي؟ لا مش كويس، ما بين يوم واحد بس يوم واحد. طب هل في شرطه بتامن اللجان؟ في، ما حصلش اي قلق يعني؟ اي حاجه والدنيا حلوه والامتحان كويس يعني. على ما اعرف هو الدنيا شكل، انما الامتحان ايه لسه ما نعرفش بقى، ما يخرجوا نعرف. صعوبة في بعض النقط في النحو زي ما سمعنا ولا ايه؟ يعني مش قوي. ايه تاني كان في مشاكل في الامتحان؟ هو كان في النحو بس عليه درجات كتير جدا وبس، وفي برضه صعب برضه. الامتحان كان مناسب للوقت ولا طويل؟ لا كان طويل. شكرا. والطلبة بيدخلوا اللجنة الصبح؟ لا لا بس حلوة قوي قوي. طب حضرتك سمعتي حاجة عن الامتحان؟ لا سمعنا ان في تصرف لكن طلع مش هو طبعا. وحضرتك مطمنه لوجود الشرطه هنا وهي بتامن اللجان؟ هي مفيش شرطه كتير بس هي الناس هي اللي كويسه، مش الشرطه هي اللي مخليه الناس اللي هي تبقى كويسه. هي مفيش شرطه، يعني في عساكر تلات عساكر، مش هم دول مخليين الناس يعني في امان وكده، لكن الناس هي اللي هي محترمه مدارس لغات وكده مدارس محترمه يعني. طب ايه اللي مشكله التصرف الامتحان دي؟ سمعتي ايه؟ مشكله ايه؟ الامتحان اتصرف، سمعتي ايه؟ سمعنا بالليل 10 مساء الامتحان اتصرف وقلقنا لان كان موضوع الانشا كان صعب، فالحمد لله جه. في ايه؟ بنتي قالت لي الامتحان صعب طويل جدا، ما قعدتش تلاحظ حتى ان حاولتش ما عرفتش تراجع، وبعدين الاعراب جاي صعب. النحو يعني زي النحو كالعاده يعني؟ كالعاده. طب وبالنسبه للتعبير؟ التعبير معقول بس من طول الوقت او من كده ما عرفتش تكتب كتير، وهي مش ضعيفه ولا حاجه يعني. التعبير الوقت ما لحقتش من كتر عشان الوقت فما كتبتش في التعبير كتير. سمعنا ان موضوعات التعبير كانت مبهمه، هل ده حقيقي؟ يعني هي كانت عن ايه؟ عن احمد العلمي. احمد العلمي احمد.